شوفوا السلايد. ايه مبين السكرين موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم ان شاء الله المحاضره الاخيره عندنا في محاضرات اليوم باثولوجي. احنا اخذنا يعني موضوع الاس ام اي لكن اعطيناه بشكل مختصر. يعني صراحه الفائدات اللي كانت موجوده في المحاضره اللي اخذناها حضوريه كانت تقريبا للطلاب الاندر جراديويت، فحبيت اتوسع موضوع الاس ام اي لانه ما اعتقد يعني حتغطون هذا الموضوع في يعني في اي سيستم اخر. مثل ما حكينا الاس ام اي هو عباره عن اوتو اميون ديزيز انفولفينج مالتيبل اورجنز، فهو عباره عن مالتي اورجن ديزيز وليس يعني سنجل اورجن ديزيز. ذا كاركترايزد باي فاست اراي اوف اوتو انتي بوديز بارتيكولرلي انتي نيوكليير انتي بوديز ان ويتش ذا انجري از كوزد مينلي باي ذا بوزيشن اوف ذا اميون كومبلكسز اند بايندينج اوف ذا انتي بوديز تو فيريس سيلز اند تيشو. فمثل ما حكينا الميكانيزم مين الميكانيزم بالاس ام اي هي التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو عباره عن اميون كومبلكس فورميشن اند ذن ذا بوزيشن اوف ذيس اميون كومبلكس ان فيريوس تيشوز ومن ثم انيشيشن اوف انفلاميشن اور انفلاماتوري رياكشن. هاي هي المين ميكانيزم. وعندنا ايضا الميكانيزم مال تايب 2 ايضا راح تكون موجوده لكن المين ميكانيزم هي تايب 3 راح نجي نشوفها ايضا بالمحاضره. الانجري يوجوالي اوكيرز تو ذا سكين joints, kidneys, and cerebral membrane. These are prominent areas of injury, but every organ in the body may be affected. يعني لأنه multi system disease. SLE usual age مثل ما حكينا هو middle age female 20 to 30 may affect any age, even in childhood. SLE predominantly affecting women and the female to male ratio is about 9 to 1. Pathogenesis يعني it is like any other autoimmune disease. It is a complex disease of multifactorial origin. We have both genetic and environmental factors, and these will result in activation of the T and B cells and production of several auto antibodies like anti-nuclear antibody, anti-double strand DNA antibodies, antibodies against blood cells, and anti-phospholipid antibodies. The fundamental defect in SLE is the failure to maintain self-tolerance. يعني حاله حال بقية الأوتو من جديد. احنا حكينا على مفهوم السيلف توليرانس اللي هي عبارة عن توليرانس اوف اور اميون سيلز اجينست اور تيشو، فبحيث ما يصير فيها مع الرياكشن. اذا ما صار عندنا هذا السيلف توليرانس، اذا صار فيه فيلير معناته احنا راح ندخل في 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 مرحلة الأوتو اميون ديزيز، وهذا الأوتو اميون ديزيز يعني يتميز ببرودكشن اوف سيفرال انتي بوديز. ذا موست سبيسيفيك وان هي الانتي دبل ستراند دي ان اي. يعني انتي دبل ستراند دي ان اي هي تعتبر the most specific antibody in SLE. Again, genetic factors يعني أكو risk of patients with HLA-DR2 or HLA-DR3. Again, genetic deficiency of the complement, mainly C1Q, C2, C4. هاي بعض genetic factors. طبعا هي كلها theories وكلها association وكلها studies، بس ماكو يعني يعني حسب علمي ماكو شيء documented 100% إذا كان الشخص عنده هذا الجين أو عنده هذا البروبلم معناته حيصير عنده disease. لأنه هي multifactorial وليس فقط يعتمد على الجينيتيك يعني اوريجين. الانفايرمنتال فاكتورز هي اكسبوجر تو ذا يو في لايت مثل ما حكينا اكسسبيشن اوف ديزيز، بما انه هي مور كومن ان فيميل فيعني اكو ستديز تقول ممكن ريليتد للسكس هرمونز او الجينز الموجوده على الاكس كروموسوم ممكن تلعب دور في موضوع الباثوجينيسيس اوف اس. بعض الدراجز ممكن تسوي اكسسبيشن مثل كوكايناميد او ديفنسلامين كان انديوس اس ال اي لاك ديس اوردر، وهذه ايضا شافوها ضمن الدراج انديوس اس ال اي. يعني اكو كاتيجوري خاصه تسمى دراج انديوس اس ال اي، فشافوا ممكن هاي تعتبر كانفايرمنتال فاكتورز بالنسبه للباثوجينيسيس اوف اس ال اي. مثل ما حكينا الميكانيزم اوف تيشو انجري هي مينلي تايب 3، يعني هي هاي مين ميكانيزم هي عباره عن دي ان اي انتي دي ان اي انتي بودي فورميشن كان بي ديتكتد ان ذا جلوميرولاي اند كان بي ديتكتد ان ذا بلاد فاتس. يعني حيتكون عندنا انتي بودي ضد الدي ان اي مالتنا، يعني ضد الدي ان اي او ضد النواه مال الخلايا مال جسم الانسان فتتكون ضد انتي بوديز. فهاي انتي بوديز راح تتفاعل مع الانتيجين تسوي لنا اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس will be deposited in the tissues and this deposition will trigger inflammatory reaction. Then ها هي المين ميكانيزم. In addition to type 3 reaction we have also type 2 reaction اللي هو عباره عن انتي بودي against the RBC, white BC and platelets. And this this will cause effect by type 2 hypersensitivity reaction. إذا type 3 هو mainly بالتشو injury يعني بالكدني بالجلوميرولاي بالسكين بالجوينت إلى آخره. Type 2 reaction يصير عادة بالهيماتولوجيكال manifestation of SLE.
يعني المظاهر اللي هي سايتوبينيا او يعني يعني بليتد ديس اوردرز او الار بي سي او الواي ابديتس، هاي كل الديفكشن اللي بتصير بالهيماتولوجيكال اليمنتس عند البيشنت وذ اس ال اي سببها التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، يعني سببها فورميشن اوف انتي بودي اجينست ذيس سيلز، فبحيث راح يصير عندنا يعني رياكشن وذاوت اميون كومبيتيتيف بوزيشن. اميون كومبيتيتيف بوزيشن يصير في موضوع التشو انجري مثل البلمير لاي اند اكسسيف. فبالتايب 2 راح يصير عندنا انتي بودي فورميشن، مثل ما حكينا تايب 2 بها ماني سب كاتيجوريز، من ضمن السب كاتيجوريز من هاي الانتي بودي تعمل اوبتمايزيشن اوف ذا سيلز اند ذن بروموت عمليه الفاجوسايتوسيس اند ذس ريزلت ان سايتوبينيا. بيشنت وذ انتي مثل ما حكينا ان ماني انتي بودي، فمن ضمن الانتي بودي ممكن نشوفها عند البيشنت الاسري ممكن ان الانتي فوسفوليبيد انتي بودي. And those patients اللي عندهم antiphospholipid antibody they will develop يعني hypercoagulable state, they will have venous and arterial thrombosis. هذا احنا نسميه secondary antiphospholipid antibody syndrome. اعتقد ال antiphospholipid antibody syndrome هو يعني حتغطونه في محاضرات الهيماتولوجي فما نحتاج احنا نتعمق منه، بس ال antiphospholipid antibody syndrome بشكل عام هو يقسم الى primary and secondary. primary هو اللي يعني without any other association، يعني ما عنده أي association لا مع أي other disease، يعني يعني يصير دي نوفو ما عنده association. secondary antibody syndrome اللي يكون مريض مثلا عنده أسلي معها antiphospholipid antibody أو عنده مثلا سكليروديرما معها antiphospholipid antibody، نسموها secondary phenomena. مثل ما حكينا هي autoimmune disease يعني غالبا تأتي يعني مع بعض، يعني ممكن المريض عنده أسلي مع شوربن سيندروم، ممكن المريض عنده أسلي معها أنتي فوسفوليبيد. ليش؟ لأنه الباثوجينيسيس مالته الشابه، الكوزز مالته هي جينيتيك وانفايرمنتال ومعظمها متشابهة أو متشابكة. زين، فمن يصير عندنا بريك داون للسب توليرنس ممكن يصير عندنا يعني اكثر من اوتومين جديد، حتى بعض الاوتومين جديد حتى منها ميكس كونكتيف تيشو ديزيز، بعضها يسموها اوفرلاب سيندروم، بعضها يعني ايضا تتداخل في المانيفستيشن مالته. فاذا ممكن يعني البيشنت اللي عنده وان اوتومين جديد هي از لايبل او عنده يعني فور انذر اوتومين جديد ايذر از برايمري او يعني موستلي از سكندري فينومينا. الباثوجينيسيس طبعا مثل ما قلنا هي ماكو شيء دوكيومنتد، يعني هذا موديل فور باثوجينيسيس، يعني هذا افتراضيه مثل ما قلنا، ما عندنا شيء 100% من الاسري انه هذا يعني 1 زائد 1 يساوي 2، لا هي عباره عن فرضيات ونظريات ما لحد الان ما توصلوا الى شيء يعني 100%. زين، فمثل ما حكينا اكو جينيتيك فاكتورز، زين سيتابيلتي جينز، هاي تؤدي الى specific يعني B and T cells reacting against nuclear antigens. مثل ما حكينا المستهدف هو عندنا شنو ال DNA مال ال cells أو ال nuclei of the cells. then تتكون ضد the antibody أو تتكون ضد يعني immune cells reacting against them. وعندنا أيضا بعض ال environmental factors، حكينا من ضمن ال UV radiation اللي يعمل exacerbation. من ضمن الفرضيات إنه UV radiation يحفز عملية ال apoptosis بالسكن، وعملية الأبوبتوسيس هذه ممكن تكون defective، يعني ما يصير فيها complete clearance of the apoptotic bodies. هذا راح يؤدي ال defect من clearance مال apoptotic bodies، راح يبقي بقايا النيوكلياي مال السيلز، بقايا النيوكلياي مال السكين وغيرها. فإذا عندي أنا cells تدفع يعني produce antibodies against the nuclei وعندي burden of nuclei، زين، فهذا مثل ما نقول حطينا النار جنب البنزين، زين، فحيتفاعلون مع بعض ويسوون لنا الانتي نيوكليير انتي بودي ريأكشن اللي هو انتيجين انتي بودي كومبلكس، فصار عندنا الاميون كومبلكس هذا. وهذا الاميون كومبلكس مثل ما حكينا راح يروح ديبوزيتد بالسكين بالكدني بالجوينت والى اخره، زين. وهذا الاميون كومبلكس ايضا راح يحفز الدنتاتيك سيلز، ومثل ما تتذكرون الدنتاتيك سيلز هي الانتيجين بريزنتنج سيلز، هي البوليسمان، هي تشوف اي شيء غريب ما تتفاهم، تاخذوا هذا الشيء الغريب وتودينه وين؟ الى الاميون سيستم حتى انجاز معانه. فراح تاخذ هذا الاميون كومبلكس زين وراح تودينه مثل ما حكينا الى الهيلبر تي لمفوسايت، واللي بعدين راح ايضا تحفز الاذر اميون سيلز من ضمنها البي لمفوسايت. فبالتالي البي لمفوسايت راح تتحفز ضد هذا الفورينر زين، وراح تدفنشيت انتو بلازما سيلز، والبلازما سيلز راح تعطينا انتي بودي وهكذا، فيصير عندنا فيشير سايكل زين. يصير عندنا الاميون كومبلكس، طبعا هذا الاميون كومبلكس هو راح يسوي انجري، راح يصير في ديبوزيشن ان فيريوس تيشوز، نفس الوقت راح يحفز الاميون سيستم تو بروديوس
more antibodies وهكذا ضد النيوكلياي. فهذا طبعا موديل، يعني هذا شيء افتراضي زين، لحد الان ماكو شيء مثبت 100% في نظريه الباثوجينيسيس مال الاسرع. الدايجنوستيك كرايتيريا هي جدا جدا مهمه، يعني هذه هي التي تشخص المريض انه عنده اسري او لا، يعني لانه مثل ما حكينا اكو تداخل بين الاتوبيوليتيز. فعندنا كلينيكال كرايتيريا وعندنا الايمونولوجيكال كرايتيريا. بيشنت كلاسيفايد از هافينج اسري اذا جمع اربعه من هذول ال 11 كرايتيريا، زين كلينيكال اند ايمونولوجيكال كرايتيريا ار بريزنت ات اني تايم، يعني مو شرط مع بعض، ممكن واحد هسه يصير عنده مثلا راش ورا فتره يصير عنده مثلا ميلانوفايتس وهكذا، لكن خلال فتره زمنيه معينه خلال سنه او سنتين صار عنده اربع كرايتيريا من هذول، زين طبعا ات ليست ون كلينيكال اند ون اميون كرايتيريا في المريض الشخص على انه اسري، وهي اغلبنا احنا نعرفها يعني بالكلينيكال اللي هي المال الراش، زين اللي هو طبعا يصير بالريتينا على النوز منطقه النوز ومنطقه الشيك، زين وعندنا الكرونيك تينس لوبس، زين ايضا يصير على شكل باتشز وسكيلينج بالسكن، ايضا الوفيشيا بعض الاحيان هاي ايضا السكن مانيفستيشن، الاورال ألسر، زين تقرحات، الجوينت ديزيز يصير عنده سينوفايتس، سيروسايتس، بلوريسي وبريكارديتس وبريكونايتس، يصير عنده رينال ديس اوردر اللي جدا مهمه مثل ما حكينا اللي هي بروتينيوريا نيفروتيك او نيفروتيك اذا رينال كاست، neurological manifestation ممكن يصير عندهم seizures, psychosis, myelitis, neuropathy, hemolytic anemia, then leukopenia or lymphopenia. مثل ما حكينا ليش عندنا anemia و leukopenia و lymphopenia، لأنه عندنا type 2 reaction، عندنا antibody produced against the antigens أو العفو antibody are produced against the RBC أو ال white RBC أو platelet. فأما يصير عنده anemia, hemolytic anemia أو leukopenia أو lymphopenia أو thrombocytopenia، كل سبب شنو؟ التايب 2 رياكشن اللي هي antibody against the RBC or white RBC antibody. المهم الكرايتيريا هي الانتي نيوكلير انتيبودي، الانتي نيوكلير انتيبودي هو يعني في معظم الاوتو اميون ديزيز هو يكون elevated، فما يكون specific، اعتقد ممكن يكون sensitive بس ما يكون specific. specific هو الانتي دبل ستراند انتيبودي دي ان اي، يعني انتي دبل ستراند دي ان اي انتيبودي، هذا هو specific، اذا كان موجود فمعناته يعني الكرايتيريا المهمة جدا في الاس ال اي او شخص الاس ال اي. انتي سميث انتي بودي ايضا يكون موجود بالاس ال اي، والانتي فوسفوليبيد انتي بودي اللي قلنا عليه نوعا ما هو عبارة عن سكندري فينومينا. اللو كومبلمنت، اللو كومبلمنت نتيجة شنو؟ نتيجة انه هي هاي انفلاماتوري بروسيس، فالانفلاماتوري بروسيس تحرق الكومبلمنت يعني تستهلك كومبلمنت، فبالتالي المريض اللي عنده اني كرونيك انفلاماتوري بروسيس غالبا عنده كومبلمنت ار لو، زين glomerulonephritis وثيروسايتس والى اخره، فهي تستهلك الكومبلمنت فما تلحق الجسم يكون كومبلمنت جديد فيصير عنده لو. ايضا دارت بوم تيست اعتقد انتم بالهيماتولوجي احسن من عندي فيها، اللي هي اساي فور انتي ار بي سي انتي بودي ان ذا ابسنس اوف هيمولوتيك انتي بي. فهاي مثل ما حكينا هي اهم كرايتيريا وهي هاي يعني تعطي ديفينيتيف دايجنوزز، البقيه كلها يعني ممكن سجستين بس ما تعطينا ديفينيتيف دايجنوزز. المورفولوجي يعني باثولوجيكال فيتشرز لان هي فاريبل لان هو مالتي سيستم ديزيز، لكن الكدني هي انفولد ان مثل ما حكينا ان 50% اوف ذا بيشنت، وهي هاي اللي يعني تكون سبب الفيتاليتي زين وسبب البروبلمز اند بيشنت ويز اسري. وطبعا الكدني طبعا هي وايد رينج اوف انفولفمنت، يقسموها الى 6 باترنز اوف الميرولر ديزيز. هاي 6 باترنز يقسموها على شكل كلاسز، كلاس 1 مينيمال ميزانجيال لوبس نيفرايتس، كلاس 2 ميزانجيال بروفيتيف، كلاس 3 فوكال لوبس، كلاس 4 ديفيوز لوبس، كلاس 5 ممبرنس لوبس، وكلاس 6 ادفانس سكليروزنج لوبس. المهم اللي تعرفونه بهذه الكلاسز هي مو ستيجز، يعني مو مريض كلاس 1 يتحول الى 2 ويتحول الى 3، لا هو المريض ممكن يجينا على شكل كلاس 1 وممكن يجينا المريض على شكل كلاس 5 وممكن يجينا على شكل كلاس 3، يعني هي مو كلاس يتحول من ستيج الى ستيج مع مرور الزمن، لا هو variable manifestation لانه قلنا الديزيز هذا يكون variable يعني involvement of the glomeruli، فبالتالي ممكن ياتي على اكثر من شكل، زين ممكن بعد فتره يصير يعني تحول لكن مو شرط، يعني المهم انه هاي الستيج ليست يعني بمعنى انه احنا من المايض الى سيفير، لا هي عباره عن يعني different patterns of different types of kidney involvement. طبعا الموست كومن كلاس اللي احنا نشوفه بالبراكتس هو كلاس 4، يعني هو هذا يعتبر الموست كومن، يعني الاغلب المرضى اللي عندهم لوبس عندهم ديفيوز لوبس نفرايتس، زين
بدي ناخذ فكره مبسطه. يعني طبعا شوي هسه يمكن يكون عليكم موضوع صعب لانه ما ماخذين نفرولوجي، بس ان شاء الله من تاخذون نفرولوجي بالفصل الثاني بالسيستمك باثولوجي راح شويه تفهمون المصطلحات الرينال، اللي هي عندنا طبعا احنا بالجلوميرولاس اللي هي يعني الحويص اللي هي مال الكدني جلوميرولاي، تحتوي على طبعا على كابيلاريز. يعني هي شنو الجلوميرولاس؟ هي يصير فيها فلتريشن اوف يورين، لان هاي فلتريشن اوف يورين حيصير فلتريشن اوف ذا برودكت، ومن ثم بعدين يصير فيها ري ابسوربشن بالتيوبيوس. فاذا احنا عندنا بلاد كابيلاريز، هاي هي عباره عن اوعيه دمويه بلاد كابيلاريز، والمناطق اللي بينها وخاصه بالسنتر احنا نسميها ميزانجيوم، هذا الانترستيشال ارياز نسميها ميزانجيوم، اللي يحتوي على ميزانجيال ماتريكس اللي هو لونه هذا وردي، وعندنا الميزانجيال سيلز اللي هي مثل يعني تشبه فكره الفايبروبلاست، يعني هي ميزانجيال يعني انترستيشال سيلز، يعني هاي ما لها علاقه بالفانكشن مال الجلوميرولا، هي فقط تعمل الاركتكتشر مال الجلوميرولا، يعني تعطي شكل للجلوميرولا، لكن هي ما لها علاقه بالفلتريشن مال البلود او اليورين اللي يصير بالجلوميرولا. هاي هي الكابيلاريز والميزانجيال والماتريكس والميزانجيال سيلز. ونقول مينيمال ميزانجيال يعني غالبا الانفولفمنت وين يكون بالميزانجيال اريا. ذا فيري انكومن طبعا كاركترايز باي اميون كونفليكت ديبوزيشن بالميزانجيال اريا. طبعا شلون نعرف انه اكو اميون كونفليكت ديبوزيشن؟ مثل ما حكينا بالاميونوفلوريسنس او بالالكترون مايكروسكوب. طبعا باللايت مايكروسكوب نيفر ايفر انه انا اشوف اميون كونفليكت، صعب جدا يعني ما اطيق انا اشوفه في اللايت مايكروسكوب. ممكن يعملوا له بعض الاحيان اميون هيستوكيمتري، لكن مثل ما قلنا الاميون هيستوكيمتري شويه هاي البارتيكل تكون جدا صغيره، فما ممكن احنا نميزه بال يعني اميون هيستوكيمتري، فقط نميزه بالاميون فلوريسنس او بالالكترون مايكروسكوب. زين بالاميون هيستوكيمتري ممكن تظهر اذا كان يعني كميات كبيره، اذا كان هاي الانتي بودي في ديبوزيشن كميات كبيره ممكن تكون بوزيتيف بالاميون هيستوكيمتري، لكن نيجاتيفيتي مال الاميون هيستوكيمتري ما يعني انه ماكو ديبوزيشن، لانه ممكن تكون بارتكل صغيره، فنحتاج الى الاميون فلوريسنس او الالكترون مايكروسكوب. كلاس 2 هو ميزانجيال بروليفريتيف لوبوس نفرايتس، ميزانجيال سيل بروليفريشن يعني حتزيد، then accompanied by accumulation of the mesangial matrix, then and there is a granular mesangial deposits of immunoglobulin and component without involvement of the capillaries. يعني ايضا بالكلاس 2 عندنا ميزانجيال matrix expansion proliferation. الفوكال لوبوس نفرايتس ايش تسميناها فوكال؟ يعني عندنا انفولفمنت اوف ليس ذان 50% اوف ذا جلوميرولاي اوف ذا كيدني. يعني من يدينا بايبسي نحسب مثلا عندنا 10 جلوميرولاي، اذا عندنا انفولفمنت فقط من 3 جلوميرولاي مثلا او 4 وبقيه السته او السبعه ار نورمال كومبليتلي نورمال، هاي شو نسميها؟ نسميها فوكال لوبوس نفرايتس، يعني مو ديفيوز هي فوكال، يعني جزء من الجلوميرولاي هو الانفولف، لان تسميها فوكال. هذا الفوكال قد يكون سيجمنتال وقد يكون جلوبال. السيجمنتال يعني بارت اوف ذا جلوميرولاس، زين الفوكال معناته يعني مو كل الجلوميرولاي، عندنا جزء من الجلوميرولاي، زين يعني اذا عندي 10 فعندي انفولفمنت اوف 3 او 4 او 2 او 1 مثلا، زين هاي يسموها فوكال. ليس ذان 50% اوف ذا جلوميرولاي ار انفولفد والاذر 50% ار نورمال كومبليتلي نورمال. هسه هذول الانفولف اذا كانوا كل يعني كل الجلوميرولاي انفولف، يعني الجلوميرولاس كلته من يعني كل يعني هو كل جلوميرولاس بحد ذاته كلته انفولف، هاي نسميها جلوبال انفولف ذا انتاير جلوميرولاس، يعني كل الجلوميرولات انفولف مو جزء منه، هنا عندنا جزء منه يعني سيجمنتال فنسميها سيجمنتال. ففي الحاله هسه نسميها فوكال سيجمنتال، من يكون عندي فوكال سيجمنتال يعني انا عندي جزء من الجلوميرولاي انفولف وهذول الجلوميرولاي اللي هم انفولف جزء منهم ايضا انفولف والجزء الاخر سليم. زين فاذا هذا يعني الفوكال لوبس اللي قد يكون سيجمنتال او جلوبال. فقط الجلوميرولاي طبعا يصير فيها سوالين بروليفريشن وليكوسايت انفلتريشن نكروسيس هاي لاين ترومباي، هنا عندنا هذا هاي لاين ترومبس فورميشن، يعني هاي المنطقه اللي هي ديزيز صار فيها انفلاميشن تقريبا صار فيها شويه هيلنج الان هاي لاين ترومباي، وعندنا شويه هون انفلاماتوري سيلز ايضا موجودين. زين بروليفريشن اوف اكسس كابيلاريز وفوكال نكروسيس اند سم تايمز كريسنت فورميشن تنتهي في تكوين الكريسنت. طبعا هاي يعني كلها يعني changes ان شاء الله تفهموها اكثر بالتاخذون النفرولوجي، حاليا يعني ما مطالبين بهاي changes لكن من تاخذون النفرولوجي تفهموها اكثر. زين الكلينيكال برزنتيشن من مايلد هيماتوريا اند بروتينوريا تو اكوت فينافيلر، يعني مريض يجي اما نفروتيك نفروتيك او رينال فيلر. زين ار بي سي كاست ان ذا يورين ار كومن اذا كان الديزيز اكتف. سم بيشنز بروجريس ديفيوز جلوميرولونيفرايتس ممكن تصير بروجريشن لكن مو بالضروره. زين الاكتيف اور بروفيتيف انفلاماتوري ليزنز كان هيل كومبليتلي او تؤدي الى سكارينج، يعني اما يصير كومبليت هيلينج او ممكن يصير فيها سكارينج اوف ذا.
الديفيوز لوبس اللي احنا نسميه كلاس فورم اللي هو الموست كومن وهو الموست سيفير فورم اوف لوبس نيفراتيس. ليس من انا ديفيوز لانه مور ذان 50% اوف ذا جلوميرولاي ار انفولد، زين هي تشبه الكلاس 3 لكن وايدر اكستنت، زين وايضا بالديفيوز قد تكون الجلوميرولاي يعني اما جلوبالي انفولد او فوكالي انفولد، زين فهاف اور مور اوف ذا جلوميرولاي افكتد وانفولد ذا جلوميرولاي ايضا تصير فيها بروليفريشن ويصير فيها سيلولار اكسسنس ذات فيلينج ذا وومن كابتشر. نلاحظ هون هاي الجلوميرولاي تختلف عن بقيه الجلوميرولاي بكونها هايبر سيلولار، يعني شوف العدد الخلايا الموجود فيها كثرانة، زين من ضمنها ليش صار عندنا هايبر سيلولاريتي؟ جزء من عنده نتيجه الانفلاماتوري سيل انفلتريشن، عندنا هون مثل يعني نيوتروفيلز كانه عندنا اكيوت انفلتريشن، وعندنا مناطق اخرى فيها البروليفريشن. طبعا هي بالنفرولوجي شويه يصير عندنا اوفرلاب شويه، المورفولوجي ما تكون واضحه، فبالتالي احنا نستعين بالسبيشال ستين والنيوتروفيلز والالكترون لانه شويه كومبلكس بروسيس، يعني ما من السهوله بالاتش ان دي فقط نصل الى الديفينيتيف دايجنوستس. لكن باي اتش ان دي هون يبين انه انا عندي هايبر سيلولاريتي وايضا يبين عندي ان عندي نيوتروفيل انفلتريشن بالجلوميرولاس. طبعا هنا عندنا سب اندوثيليال ديبوزيت، طبعا حتى تاخذون انواع الديبوزيت في الهيستولوجي خاصه من عندها بالاندوثيليال وخاصه من عندها ممكن تكون بالاندوثيليال. فالميون كومبلكس ديبوزيت كريس ا كونفنشنال ثيكنينج اوف ذا كابيلاري وولز، زين فهي نسميها الواير لوب ساين باللايت مايكروسكوب. يعني هاي بالباسبور تشعون مثل اشون يعني الوايرات، زين حتكون عندنا بالسبيشال ستين خاصه في اس راح تكون اكو ثيكنينج بالكابيلاري وول. هذا الثيكنينج يعني هون اشون واحد كان جاب قلم رصاص كان خطم هذول الجلوميرولاي، زين هاي مناطق الثيكنينج اللي لونها وردي هذه عباره عن شنو؟ عباره عن واير لوب ليجن. ليش من جت هاي الواير لوب ليجن؟ نتيجه سب اندوثيليال ديبوزيت اوف ذا اميون كومبلكسز. اميون كومبلكسز كان بي ديتكتد باي الكترون او باي اميونو فلوريسنس. تلاحظون هون هاي عندنا الالكترون مايكروسكوب وعندنا بعض هون مناطق لونها اسود، هذه هي تمثل لنا سب اندوثيليال ديبوزيت اوف ذا كابيلاريز. هذا كابيلاري لوب، زين هاي نيوكليوس مال الكابيلاري، وهون عندنا هاي اللون الاسود زين تمثل لنا السب اندوثيليال ديبوزيت، وهذول مثل احنا نسموه اقدام اقدام الـ يعني البورتس مال بيسنت ممبرين مال الجلوميرولاس. زين patient ممكن أيضا يصير فيها progression to scarring. patients with diffuse glomerulonephritis are usually symptomatic and ممكن يجي as hematuria أو as proteinuria. hypertension and renal insufficiency are common. طبعا hypertension is secondary to renal disorder وأيضا renal insufficiency or renal failure are common in those patients. class 5 احنا نسميه membranous lupus nephritis. هذا الكلاس يصير نتيجة deposit mainly in the subepithelial immune complex، يعني يصير deposit غالبا في مناطق اللي هي سب ابيثيليوم، يعني المفروض تكون هنا على هاي المناطق اللي هي خارج الابيثيليوم، زين وهاي طبعا حتظهر على شكل يعني ديفيوز ثيكنينج اوف ذا كابيلاري لومنز. تلاحظون كل الكابيلاري لومنز ار ديفيوز ثيكن، فهي نسميها ممبرينوس لوبس نيفرايتس ديبوزيشن اوف سب ابيثيليوم اميون كومبلكس. طبعا اكومبانيد باي انكريز بيزل ممبرين لايك ماتيريال، وهذا يؤدي الى هولز اند سبايكس اون سيلفر سبين. لكن سيلفر سبين تبين على شكل سبايكس، انا ما موجود بهاي الصوره بس اذا تدورون عليها في جوجل بتكون على شكل سبايكس بالسيلفر سبين اذا سطرناها اللي هي سبيشال سبين بحاله الممبرينوس لوبس. This region accompanied by severe proteinuria or nephrotic syndrome and may occur concurrently with local or diffuse lupus nephritis. طبعا الممبرينوس حتى هي الممبرينات العاديه يعني بالجلوميرولونيفرايتس اكو ممبرينات يعني ممبرينات الجلوميرولونيفرايتس يعني مو سبب اللوبس، سبب يعني قد يكون ايدياباتيك او اسباب ثانيه اللي هي الممبرينات العاديه خلينا نسميها. هاي الممبرينات ايضا تجي مينلي از نفروتيك ليس نفروتيك، يعني تجي كبروتينوريا. الممبرينات مال اللوبس نفرايتس ايضا تجي مينلي از نفروتيك، يعني اما بروتينوريا او كنفروتيك سندروم راذر ذان نفروتيك، يعني راذر ذان هيماتوريا. زين فهذا تتميز ب the diffuse thickening of the of the membranes of the capillaries نتيجة الـ subepithelial deposit of immune complex. Then in class 6 اللي هو أيضا rare advanced sclerosing lesion هنا characterized by sclerosis of more than 90% of the glomeruli and this is an end stage renal disease. طبعا هنا حتتميز كل تصير فيها fibrosis of the glomeruli then وراح تنتهي بالfibrosis أو scarring. مثل ما حكينا هذول مو stages واحدة ولا الثانية وإنما هي classes، قد بعض الاحيان تتحول من كلاس الى كلاس لكن مو شرط يعني المريض انه يمر بكل المراحل ومو شرط انه تكون موجوده عند كل الاشخاص وانما موجوده بشكل متباين من شخص الى اخر.
هاي هي الرينال مانيفستيشن، نجي على السكن مانيفستيشن اللي هو كاركترستيك اريثيما مثل ما حكينا البتر فلاي راش، زين مثل عندهم مثل عندهم ارتكيريا بولي ماكولار بابولار ليجن التريشن اكسبوجر تو سان لايت والاكساسربيت اريثيما. زين هيستولوجيكلي طبعا حيصير عندنا فاكوليشن اوف ذا بيزل لاير اوف ذا ابيديرمس مثل الفاكيوز، انا ممكن في واضحه بس هاي ممكن هون عندنا شويه فاكيوز بالبيزل ممبرين. وبالدرمس there will be edema and perivascular inflammation, vasculitis, lupinous necrosis. يعني ممكن نشوف هذا بس ما واضح الصورة هنا. إذا عندنا طبعا هون عندنا يعني some sort of inflammation موجود، then عندنا شوية أيضا fibrosis موجود. الvasculitis مو واضحة، يعني المفروض يكون عندنا vessel وبالwall of the vessel عندنا inflammation. هنا أنا مثل ما أخذنا بالimmunofluorescence راح نشوف عندنا deposit of this immune complex بال skin then in the dermo-epidermal junction. هاي المناطق اللي هي يعني highlighted هي مثل immunofluorescence study of the immune complex deposition. أيضا بالjoints هاي تعمل synovitis, CNS ممكن يصير عندنا occlusion of the due to endothelial damage by the immune complex. Then the immune complex هذه تسوي endothelial damage تسوي inflammation تسوي vasculitis، فبالتالي ممكن يصير عندنا بعض ال occlusion بال vessels of the CNS اللي ينتهي مثلا بالinfraction أو ينتهي ببعض ال disorders بال CNS. Yeah. في البريكارديتس أو الدورستي وغيرها أيضا نتيجة للإنفلاميشن، مكان الفاسكولار سيستم أيضا ما يبي إنفولد، ممكن يصير عندنا إندوكارديتس يسموها ليبمان ساك إندوكارديتس حتاخذوها إن شاء الله بالكارديولوجي، ممكن يصير عندنا مايوكارديتس أو يصير عندنا بريكارديتس. زين نيجي على الأذر فورم أوف لوبس اللي هي من ضمنها كرونيك ديسكويد لوبس إريثماتوسس. زين يعني هذا يعني أنذر يعني إنتيتي ريليتد تو ذا إس إل إي. زين إت إز أ ديزيز ويتش إز كاركترايز باي سكين مانيفستيشن لايك ذات أوف إس إل إي. But the systemic manifestation is rare. يعني هنا المريض اللي عنده discoid lupus هو فقط عنده the skin manifestation مال SLA، بينما ما عنده بقية the systemic manifestation، ما عنده lupus nephritis، ما عنده synovitis أو joint disease، فقط عنده the skin مال الراش، عنده discoid lesion وإلى آخره. The presence of skin plaque on the face on the scalp shows variable degree of edema, erythema and scaleness. It may some patients, يعني 5-10%, ممكن تمثل تقليل لـ SLE وتتحول إلى SLE after many years. But some patients with SLE may have prominent lesion on the skin. فتبقى الحد الفاصل يعني بينها وبين بقية هذه هي لما نجمع الكرايتيريا. Yeah. وأيضا الـ auto antibody. Yeah. هنا الـ auto antibody إن الـ anti nuclear antibody are positive لكن الـ anti double strand are rarely present. فبالتالي إذا الـ anti double strand are negative هذا إحنا نستبعد الـ SLE. ما عندنا انتي دبل سيفان نستبعد الاسلي، ومعناته قد تكون انذر انتيتي ريليتد تو ذا اسلي مثل ديسكويد لوبس. اكو ايضا دراج انديوس لوبس اللي هي ايضا اسلي لايك سيندروم، بس هذا يصير يعني تريجرد باي دراجز، يعني المريض عنده هيستوري اوف دراج انتيك هيدرالازين بروفينامايد ايثانايد ديفنسلامين اند انتي تي ان ثيرابي اللي حاليا يستخدموه بالريماتويد او بقيه اذر يعني بالريماتولوجي جماعه الريماتولوجي حتى ملتيبل سكلروزز او طول يستخدمونه اند اذر اوتو امين ديزيز and can cause this drug-induced lupus. So how important is this drug-induced lupus? Many of these drugs are associated with the development of anti-nuclear antibodies. Then, and the disease, and now we're going to drug-induced, and then with withdrawal of the drug, we can say endo-remission patient. Then, and also, like we said, the anti-nuclear antibody is not specific to SLE. It is found in any form of autoimmune disease. Then, the last finding, of course, ESR will see the active protein. Any inflammation has been elevated. يصير عن بروتين إريثروفوليسيز تريز الجاما جلوبولين اللي هي الانتيبوديز وتريز البروتين الوايت يعني البلد فيلم انيميا تيتلس كاونت لو تيتلس او لو وايت بي سي كاونت مثل ما قلنا نتيجه التايب 2 رياكشن الرينال انفولفمنت حيؤدي الى هاي يوريا كرياتينين ليفر فانكشن قد يكون ايضا ابنورمال مسل ديزيز حتى ممكن بعضهم مثل المايوباثي عندهم اشياء تشبه المايوسايتس او بوليمايوسايتس لانه المايوباثي والمايوسايتس ايضا هي من ضمن الـ autoimmune disease. زين مثل يعني creatinine kinase elevation ممكن يكون عندنا هذول المرضى. زين هنا نجي على الـ يعني الـ pattern بالـ immunofluorescence يعني اكو بعض الـ pattern طبعا هي ايضا مو specific لكن تعطي suggestion. هنا عندنا homogeneous or diffuse pattern of involvement of the nuclei هذا يمشي مثلا مع الـ anti double strand antibody زين او anti nucleosome او anti histone antibody. زين اكو speckled pattern يعني مثل البهارات speckled يعني مثل يعني نقطة أو بهارات هذه نشوفها مثلا إذا كان عندنا antibody against the Smith antibody أو RNT. زين أيضا عندنا another pattern هو anti centromere antibody نشوفه مثلا بالsystemic sclerosis أو Sjögren syndrome and other disease هذا أيضا another pattern يكون في النقاط.
وعندنا ايضا يعني الانتي نيوكليولر قطان، يعني ضد النيوكليولاي، يعني هاي النواه نيوكلياس وعندنا هاي النيوكليولاي، فهنا لان البوزيتيفيتي فقط للنيوكليولاي، هاي ايضا ضد اذا كان ضد النيوكليولر بروتين. فهذه باترن تعطي سجستشن للتايب اوف ذا انتي بودي، لكن هي ايضا مو ما تكون ديفينيت، يعني تحتاج الى الاذر ستدي تو كونفيرم. طبعا تريتمنت نو كيور، لان ايضا هو بالياتيف تريتمنت، يعني ريليف سيمبتومز بروتكشن of organs by decreasing the inflammation, a level of autoimmunity. أيضا يعني non steroidal anti-inflammatory drugs ممكن يستخدمون steroid. طبعا يستخدمون steroid حتى كنوع من أنواع immune suppression. زين. Toxic drugs كنوع من أنواع immune suppression أو immune modulatory therapy. أيضا ممكن يستخدمون hydroxychloroquine اللي هو anti-malarial agent، بس ممكن يعني يكون يأثر على الميون من أنواع الميون مدينة. فخلص المحاضرة، بقى لنا بس موضوع واحد اللي هو الـ اللي هو الـ primary immunodeficiency، ما راح أعطيكم هو هالسنة، لأن هي diseases rare ويعني ما كثير تجي، يعني ممكن إذا تحبوا تاخذوها كمحاضرة تقروها لكم يعني، بس أنا ما راح أقراها، يعني ما راح أدخلها ولا راح أعطيكم إياها ولا أنتم مطالبين فيها بالامتحان. إذا أكو سؤال أو استفسار أو كومنت. شكرا دكتور، واضحة يعني. شكرا دكتور، إن شاء الله نكون استفدنا منك. شكرا دكتور، ما خلصتك. أهلا وسهلا، إن شاء الله أبعث لكم المحاضرة، أبعث الصفاء ويتبعتني أو أبعث على الجروب، إن شاء الله أبعث التسجيل وبعد إن شاء الله. إن شاء الله أنا أتخلص معاكم، ما عندي بعد شيء معاكم بالنسبة للجنرال، ألتقيكم إن شاء الله بالسيستم الباثولوجي إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا دكتور. إن شاء الله دكتور. شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة.